إن شاء الله هكمل اللي هي في الوحدة الثامنة طرق الترحيل. في عندنا بالنسبة لطرق الترحيل طريقتان، الطريقة الأولى الترحيل الفتري والترحيل المقنن. الترحيل الفتري اللي هو في عندي اللي هو كلي وجزئي، أما الترحيل المقنن مستمر ودوري. الآن نيجي نطلع على اللي هو الترحيل الفتري. هذا اللي هو الترحيل الفتري الكلي، هذه الطريقة بتم تحديد مدة زمنية للحفظ. يعني هذه إحنا بالنسبة للترحيل الفتري الكلي بحدد للمحفوظات النشطة مدة لعملية اللي هو الحفظ، يا إما بتم عملية نقل كافة الأوعية إلى مستودع الحفظ المركزي وتكون أجهزة الحفظ النشطة خالية تماما من إيش الوثائق في بداية الفترة الجديدة. يعني هذه الطريقة اللي هي ممكن تتسبب في صعوبة الوصول إلى المعلومات المطلوبة من مستودع الحفظ المركزي، نظرا لأن الحاجة إلى البيانات والمعلومات التي تتضمنها أوعيات الحفظ التي تم ترحيلها قد تكون قائمة. يعني ممكن إحنا هذه اللي هي المحفوظات النشطة، يعني هذا أرحلها، لكن ممكن أنا بدي إياها بدي أستخدمها، فإيش ممكن أتواجه صعوبة في عملية اللي هو استرجاع اي ملف، لانه احنا هذا الترحيل كل الملفات باتجاه مكان مركزي لعمليه اللي هي حفظ هذه المعلومات. الترحيل الفتري الجزئي، هنا ممكن احنا ناخذ جزء من اللي هي المحفوظات حسب الفتره الزمنيه، يمكن ثابته، ممكن احنا نكون فتره زمنيه من 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات اللي هي الحفظ اللي هي الوثائق، ومن اللي هو هذه ممكن كمان يكون في حفظ نشط، او اللي هو النشط انا المتداول ممكن احنا نخليه لانه انا بشكل متكرر بستخدمه، ممكن استخدم فيه اللي هو حفظ متوسط اللي هو النشاط. فهذه ممكن اللي هي نحدد لها فترة زمنية، ممكن حسب 3 شهور سنة سنتين 3 لعند 5 سنوات ممكن انا احتاج هذه اللي هي الملفات في الفترة الزمنية المطلوبة. في عندنا اللي هو الترحيل المقنن. هين الترحيل المقنن، هين هذه الطريقة من طرق الترحيل على لوائح مدة الحفظ العامة والخاصة، والتي يتم بموجبها تحديد اللي هي مدة الحفظ لكل نوع من أنواع الوثائق. يعني ممكن أنا في عندي محفوظات ممكن أحفظها بشكل مركزي لأن أنا هذا، أو محفوظات نشطة يعني بستخدمها متكررة، ممكن بعض حسب مدة الحفظ، يعني في بعض متوسط النشاط ممكن لفترة زمنية محددة سنة سنتين 3 شهور 4 شهور حسب اللي هي طبيعة هذه اللي هي المحفوظ أو الوثائق. في غير نشطة ممكن تكون في منها مستديم وفي من إيش منتهي، ممكن إيش يتم عملية اللي هو تحديد اللي هو المستديم بخليه لأنه ممكن أرجع له في أي لحظة من اللحظات، والمنتهي ممكن يتم عملية تخلص منه. 2 اللي هو في عندي طريقتين بالنسبة للترحيل المقنن، الترحيل المقنن المستمر والترحيل المقنن الدوري. هذه الطريقة يتم ترحيل فيها المستمر ترحيل الوثائق إلى مرحلة الحفظ التالية اللي هي للمرحلة الموجودة بها. يعني اللي هو الآن إذا اكتملت مدة بقائها في تلك المرحلة وفقا للوائح اللي هي مدة الحفظ الفترة الزمنية تبعتها، هذه ممكن احنا هو نستفيد منها في نضلنا مخزنينها حافظينها لفترة اللي هي زمنية. اما الترحيل المقنن الدوري اللي هو هذه الطريقة يقوم ترحيل هي الوثائق الى مراحل اللي هي الحفظ التالية لمرحلة الموجود بها في تاريخ محدد من كل عام. يعني كل سنة احنا مثلا اللي هي مثلا الموازنة كل سنة برحلها بحفظها لانه ممكن ارجع لها الموازنة هذه بشكل دوري، بحفظها في اماكن بتواريخها، بتم عملية ترحيلها الى المكان اللي هو المحدد حتى ايش لو بدي اياها بعد فترة اللي هي ارجع لها. هذا احنا نسميه سواء كان نشط او متوسط النشاط ممكن نضعها في مكان مركزي لعملية اللي هي الحفظ. خامسا مفهوم الإتلاف، احنا حكينا عن مفهوم الإتلاف هو التخلص من الأوراق اللي هي والرجوع، التخلص من الأوراق التي لم تعد هناك حاجة للرجوع إليها، بتم عملية فرزها وإتلاف هذه اللي هي الأوراق.
هذا كل ما يتعلق بهذه اللي هي النقطة. إن شاء الله إحنا بكون هيك أنهينا الوحدة الثامنة.